صب يا ابو شوق. والله يا غازي جولدن براون ياخذ فتره انه في كل مكان، في لوحات الاعلانات، في السوبر ماركات، فبعدين ما ادري وش صار له. انا علمك، تدري انهم من اقوى الناس ومن اوائل الناس اللي دخلوا السوشيال ميديا وفنانين في مساله التسويق، ومنتجهم والله يستاهل. بسم الله، هذا حبيب القلب، الهش الغني من جوا المقرمش من برا. بسم الله. ابو يا هات يا ابو شوق، والله يا هذا الكوكيز انك مهما اكلت منه ما تشبع. اتوقع ما في بيت سعودي ما دخله الكوكيز. جماعه هذا حل الطواري، كنا نحطه في الثلاجه ولا جانا الضيف على طول بس سخناه في الميكرويف وسم بالله، ومنه نكهات جميله جدا ما ادري موجوده الان ولا لا، بس خرافي. هذا عيال جربتوه شلونه؟ زين، اول مره جربنا. والله ما يلحق الكلام، برنيز كلاسيك. برنيز العائله كلها تخطيف الاسماء. شو اسمه طيب؟ يا فلورينا. هذه هذا راح للبحرين ورجعوه من هنا، قالوا سووا له مسحه رجعوه، قالوا انت مصاب كورونا ارجع. طيب جاي هنا وراح يسوي مسحه عشان ياخذ اجازه من الدوام، وانا اتصل عليه ابو شوق قال له انت وين انت؟ قال انا عاد طالع من عياده مطمئنه حقت النفسيه، وهي بتطمن. قال انا طالع مطمئنه. غازي حنا العائله كلها غلوطه بالاسماء، وش تبغى اسم؟ مع ان ابوي والله ما ابغى غلوط، الظاهر جدي. والله ما ادري من ثانيه. يكلم واحد قال فلان مات، قال لا حول ولا قوه الا بالله، الانسان يموت قبل يوم. هذا قام ياكل. والله العظيم انه صدق ولا طالع فيها الويكل. اقول دم عاد والله انه يسب. الانسان وش؟ يقول الانسان سبحان الله، الانسان يموت قبل يوم يسوي بواسي. وش اكثر شيء عجبكم؟ انا والله شو اسمه هذا البراونيز. ايوه هذا هو الكلاسيك هذا. وانت يا ابو؟ انا صراحه عجبني هذا فنان، هذا احسن. وانا صراحه البراونيز جميل، ولكن بكل امانه وبكل مصداقيه هذا ما يقارن معه. هذا جميل جدا، لذيذ القوام وهش وخفيف مره، رايق رايق بالحيل. والله دقيته خمس مدري ست. بسم الله. لو دخلت على حسابهم في الانستغرام بتلاقي نقاط البيع، شوف اقرب نقطة بيع منك وروح اطلب من جولدن براون. شوفوا هنا نقاط البيع، هنا بعد الرابط لو حاب تطلب منه يطلع لك كل نقاط البيع وين يوجد جولدن براون، وتقدر تطلب من خلال هانجر ستيشن او تطبيق جاهز. يعطيكم العافية، وتراهم مسكتين وشغلهم رهيب جدا، خصوصا هذا المزيون لا يفوتكم. ها يا شباب نمشي؟ نمشي يلا مشان. سبحان الله، الواحد ما ياكل كوكيز لين يتقهوى. كيف وش يقول للرجال اخوه الميت؟ الانسان يموت قبل يوم. خلي يا ابو شوق. والله يا جماعه أنا.